تخية كده حلوة، ونبدأ نحطها بمحلول نقع، معلقة دقيق، شوية خل، عصير ليمون، أو معلقة طحينة مكان الدقيق، ونسيبها لمدة ربع ساعة. وبعد كده بنقوم شاطفينها كويس، ننشف منها المية تماما، ودي أهم حاجة. بعد كده هنبدأ إن احنا نقسمها مع بعض. هنقسمها على 8 قطع. بعمل لها تتبيلة مميزة جدا بالزبادي، عندنا زبادي المراعي، في الزبادي الكريمي الجميل. هناخد العلبة اللي هي الربع كيلو، وهنبدأ ان احنا نشتغل بيها اللي هي العلبة الوسط، وهنبدأ ان احنا نعمل لها التتبيلة بتاعتها. في العلبة الكبيرة طبعا، وفي العلبة العلب الصغيرة والعلب الوسط. انا هشتغل بالعلبة الوسط النهاردة اللي هنعمل بيها التتبيلة، او تجيب علبتين صغيرين هيشتغلوا معاكي زي الفل. طيب التتبيلة بنحط فيها صلصة طماطم، بعد كده هوت عندنا ثوم مفروم، شويه من بهارات الفراخ، عندنا طماطم مبشوره وبصل مبشور، وشويه ملح وفلفل، وعندنا برده معلقه دبس رمان، بتدي لون حلو قوي وطعم مزز كده للفراخ، بتبقى جميله جدا. ممكن نشيلها، ممكن نحط مكانها صويا صوص لو عايزه تحطي ده او تحطي ده، برده مفيش اي مشكله خالص. خلينا نبدا نشوف الموضوع هيبقى ماشي ازاي. تعالوا نقطع البطاطس الاول شرايح، عشان هبدا ان انا احمرها بس في الزيت، ولما بتتحمر وتطلع وتتحط في الصينيه بتبقى طعمها احلى واحلى، غير لما تتحط ني في ني، وبتحافظ كمان على البطاطس ما بتتهريش في الفرن. في ناس كتير قوي بتيجي تعمل صينيه البطاطس في الفرن تلاقي البطاطس هرت قوي، لا، التحميره دي بتخليها مظبوطه جدا. فاخد البطاطس اقطعها عندي شرايح تكون السمك بتاعها تخينه شويه، وبعد كده هقطع الخضار، وبعد كده نبدا نقطع الفرخه عشان البلانشه بتاعتي احافظ عليها اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. على الزيت بعد ما قطعنا البطاطس هنبدا ناخد الفراخ ديت اتبلها من عندي، من هنا من الورك كده نقوم قاطعين بالسكينه، ومن هنا ايوه استاذنا الله يخليك يا باشا، بره غساله ايه ماشي، تقوم واخده دي كده الاثنين، بصي كده اهو بايديكي يعني مش بالسكينه، تبقى عامله كده اهو اتفصل عن بعض خالص، تقومي جاي من عند الحته اللي عند اللي فيها فصلت ديت، بصي تقومي قاطعه سهله بالسكينه كده، نقوم مشرطين شرط سطحي اهو ماشي. يبقى كده دول اول حاجتين اتنين. طيب باجي عند الحته بتاعت الاجنحه ديت، بصي من عند المفاصل، ما تمشيش السكينه على العظم جوه العظم، لا عند المفصل نفسه اهو عشان ما تطلعش زفاره، فاهم ازاي؟ بالراحه كده، بالراحه خالص وانت بتعمليها من هنا كده، بصي تقومي ماسكاها كده بايديكي اهي، شكرا، تطلع معاكي عشان ما يبقاش فيها اي زفاره، دول ما بنحتاجهمش. الفرخه دي وزنها كيلو 100، من عند الصدر كده نقوم مقطعين ماشي، ودي زي ما قلت لكم قبل كده انا ما احتاجهاش خالص، وصدقيني اكتر حاجه هي اللي بتعمل زفاره في لو في اللي هو العمود الفقري بتاع الفرخه مثلا، بص بشيله ما احتاجوش خالص ولا بقى اهو شيله خالص، فبتبقى نظيفه بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه اهو، دول ما بحتاجهمش نهائي. بعد كده بقوم عامل ايه بقى؟ اقوم قاسم ديت على اتنين، كده وكده، ودي بتقوم دي بقسمة دي على اتنين من هنا كده، شرط دي كده بسيط، ده بص كده عمنا، تقوم جاي كده بص اهو تمشيش على العظم، تقومي اهي كده بس كده اهو، وتقوم جاي من كده باشا. الموضوع الموضوع في منتهى السهوله، بص يا جمال الحاجه اتقسمت قدام حضرتك اهي، ما فيهاش نقطه دم طالعه منها وناشفه جدا. كل الحاجات ديت مهمه عشان لما تيجي حتى لو عايزه تقليها في الزيت دي تنفع حلو قوي، الفراخ اللي هي السوري بالذات تنفع.
تتحمري في زيت يبقى لازم تتبليها وتسيبيها مش اقل من 8 ساعات في التلاجة عشان تستوي معاكي صح. ايه الاخبار البطاطس؟ ها يلا شوية زيت صغيرين جدا بحطهم. زي ما حضرتك قلت لا لا عايزه كده خليك في شغلك انت بس وربنا يكرم ان شاء الله. خد بالك انت على يا باشا. ايه نعمل ايه دلوقتي؟ اجيب عندي زبائن المراعي دي خلاص. لا محتاجين الجلبزه لسه اهي. بسم الله نفتح العلبه. عايز اوريك بس القوام بتاع الزبادي المراعي كريمي جدا فبيبقى في التتبيله بيبقى حلو جدا فاهم ازاي. هستخدم علبه واحده منه للتتبيله. نحط اول حاجه علبه يلا اديله صلصه طماطم معلقتين كده حلوين من صلصة الطماطم. تمام هنا بقى بقوم واخد عندي برضو بتدي طعم بتدي طعم حلو قوي الطماطم المبشورة اهيت مع صلصة الطماطم كذا بس في التتبيلة دي هتعجبك قوي. بعد كده بقوم واخد عندي بصل المبشور اديله يا باشا كده عصير بصل ماشي يا استاذنا اهي. شويه بهارات بهارات فراخ طبعا حطيت شويه حلوين. بعد كده شويه بابريكا برده معاهم ملح بعد كده بنقوم حاطين عندنا شويه فلفل التتبيله يا باشا تتبيله حاجه حلوه جدا. صويا صوص او دبس رمان اللي عندك ده صويا صوص اهوت ممكن تشتغلي بدبس رمان برضو لو بتحبي الحاجه تبقى فيها مزازه ولا كده. يا سلام بقى يعني هما الشباب هنا حاطيني في الديسبلي نفسه بتاع الفراخ كانوا حاطين ايه زعتر. انا هاخد شويه صغيرين كده من الزهر ده مع شوية زيت ذرة. شكرا كده باشا التتبيلة في حتة تانية خالص بقى اديله كده تقليبة. بص التتبيلة وريحتها ريحتها كده ايه حاجة من الآخر. نقوم واخدين الباشا ده ومنزلين عندنا الفراخ فيها عشان هنبدأ نشيلها إن شاء الله ونحطها عندنا في الصينية. طيب أنا بص ايه التتبيلة بقول لك الزبادي كمان ولما بتيجي تحطيها في الثلاجه ساعتين تحطيها دي تنفع تشوي دي تخيل بقى دي تشوي حكايه. بس اعملها عندي صينيه. طيب اخد البصل عشان ابدا نحط مع البطاطس ثلاث بصلات كده حلوين احمر او ابيض. اقطع سيبها على النار. الله يخليك يا باشا. استاذة هبة بقى. بس كده تمام. تعالى يا باشا ايه اعمل صفي بس من الزيت ونجيب عندنا الصينية الجميلة ديت. هذه لها زيت شويه بسيطه جدا من تحت ماشي عشان ما فيش حاجه بس هي مش هتلزق كده كده ولكن نقطه زيت بس بسيطه كده. ونقوم حاطين عندنا البصل وناخد عندنا البصل البطاطس بعد ما بتطلع نقوم حاطينها على البصل نفسه ماشي. الناس كده اتشمعت تمام اهي يا دوبك بس التشميعه ديت
ودي ما تخليش زي ما قلت لك البطاطس تتهري مني خالص في الفرن. صفي، حط هنا كده، نقلب يا سعادة الباشا. البصل نقوم موزع كده. تعالوا بقى نشوف عندنا الايه، الفراخ. اطلع اديله، يا سلام. ممكن كده نحط الفرخه دي وزنها كيلو 200 يا جماعه، عشان بس اللي هيسال على الوزن. كيلو 200. بص ما شاء الله، عملت الصينيه عامله ازاي. ماشي اهو. بص يا استاذنا كده اهو بقى، شويه الصوص دول عليها من هنا، البهاريز ديت بقى اديله. والله حاضر. بص يا باشا الصينيه عامله ازاي، وريحه ريحه ريحه كريمه. اهو خش بقى على الصينيه، على الفرن على درجه حراره 180 او 200، تقعد معايا بالظبط نص ساعه 35 دقيقه، اتفرج على احفل الافراخ ان شاء الله هتاكليها. معلقتين اتنين من السمنة، ماشي يا استاذنا. اخد عندي ربع كمية الرز، يعني هعمل كيلو رز اخد ربع كيلو من الرز. ماشي، هاخد بس الكمية ديت عم جمل، دول كفاية جدا. وحمصهم بقى ايه، تحميصة حلوة لحد ما ياخدوا اللون الذهبي اللي انا عايزه. ايه سيبه بقى ايه لحد ما ياخد، بس كل شويه افضل اقلب فيه. وبقيت كميه الرز اهيت اللي موجوده، رز بلدي مغسول ومنقوع كده. عمنا عليها اهو، عليها وديها تقليبه. لسه لسه لسه، يلا حط عندي بقيه كميه الرز بقى. يلا الملح، ها قلب. ماشي، وهدي النار ونفضل حوالي ايه بالظبط كده دقيقتين اتنين، نفضل نقلب كده في الرز عشان نطلع شويه رز محترمين بقى للايه، للفراخ. تعالى بقى يا استاذنا نقوم واخدين ايه الفراخ بتاعتنا بعد ما اتحمرت معايا وظبطت. وعم بص على البطاطس، ايه فكره البطاطس بقى، انت بص تلاقي قمر ما شاء الله، عسل. طلع ريحه الرخام ده طبيعي، فالناس بتستغرب ان انا بطلع من غير ما بحط اي حاجه عازل من تحت، لا او اي خشب، ما تقلقوش الرخام الطبيعي ما صلوش اي حاجه. الكوريوم بقى الاسباني او المصري هو اللي يبقى فيه مشكله، ما ينفعش تحطي اي حاجه سخنه عليه. لكن انا لازم تعملي كده، تقولي حط خشب حاجه زي كده عليها. لكن لو رخامتي ما فيش اي مشكله، ولا بيبصم اهو، ولا بيبصم ولا اي حاجه. عشان كده كان من ضمن الاختيارات بتاعتي وانا بعمل البرنامج انا ومصطفى، اللي احنا نحط نجيب عندنا الرخام الطبيعي عشان كده ما تبصمش. الاستاذ مصطفى وهي طالعه كده يا عمنا، تقوم مديها اللمعه دي بقى، اللمعه دي تفضل اللمعه ديت موجوده فيها على طول. ولو احنا طلعنا البطاطس ديت يا عمنا هتلاقيها زي ما هي، بص مش هتتهري معاكي ابدا. شايفه؟ بص يا باشا، لا لا مستويه والله كله تمام. ادي الفراخ، بسم الله الرحمن الرحيم. اوعى الدقبان اهو كده تمام. نطلع ونقدم وبالهنا والشفا. اوعى وشك يا باشا اهو، السلام على البطاطس وهي محروقه كده مع الفراخ. الله.